الثرى فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليهما السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة قالت دخل علي عبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليكم السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له عزك بالله يا أبت من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالقصال يماني فغطيني به فأتيته بالكسال يماني فغطيت به وصرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلالا كأن البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليهم السلام بلند صلوات قد أكمل وقال والسلام عليك يا أمة فقلت عليكم السلام يا قرتين وسمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله قلت نعم إن جدك تأتى القصاء فأقبل العسرنا والقصاء وقال والسلام عليك يا جد يا رسول الله أتغني أن أدخل معك تحت الخصام فقال عليكم السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك وداخل معه تحت الخصام فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين صلوات قد أكمل قال والسلام عليك يا أمة فقلت عليكم السلام يا ولدي فقال لي يا أمة إني
الشم عند قراحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت من جدك وخاك تحت القصار فبدل الحسين نحو القصار وقال والسلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله وتظني أن أكون معكما تحت القصار فقال عليكم السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد زنت لك داخلهما تحت القصار وأكمل أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال والسلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليكم السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين صلوات فقال شم عندك رائحة طيبة كأن رائحة خيبة بن أمير رسول الله فقلت نعم ها هو ما لديك تحت الكسار فأكمل لي النحو الكسار وقال والسلام عليك يا رسول الله أتظني أن أكون معكم تحت القصار قال له عليكم السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد زنت لك داخل لي تحت القصار ثم أتيت نحو القصار وقلت السلام عليك يا بطه يا رسول الله أتظني أن أكون معكم تحت القصار قال عليكم السلام يا بنتي ويا بزعتي قد زنت لك فدخلت تحت القصار فلما اكتمل جميعا تحت القصار أخذ بي رسول الله فبدر القصار وهم أبيض الجمر للسماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لمهم لمي ودمهم دمي ويعلمني ما يعلمهم ويزني ما يزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أداهم محب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم
وَعَذْحِبْ عَنْ عُمَرَ جِسَ وَطَاهِرُهُمْ تَطَيِّرًا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا مَلَائِكَاتِي وَيَا سُقَانَ سَمَاوَاتِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْزًا مَدِيَّةً وَلَا كَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مَزِيَّةً ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محمد هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصار فقال الأمين جبرائيل يا رب من تحت القصار فقال عز وجل لهم أهل بيت نبوة معد رسالتهم فاطمة أبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتغني أن عبد الأهل أكون معهم صادسا فقال الله نعم قد أذنت لك عبد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرق السلام ويخصك بتحية والإكرام جلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلق يدور البحر يجري ولا فلق يسري إلا لعجلكم ومحبتكم قد أغني أن أدخل معكم فالتغني يا رسول الله فقال رسول الله عليكم السلام يا أمين وحي الله قد أذنت لك وداخل جبرائيل فداخل جبرائيل معنا تحت القصار فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد ويذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا تحت القصار من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا مذكرنا خبرنا هذا فيما في المحفل الأرض وفي من شيتنا مخبينا إلا نزلت عليهم الرحمة حقت بالملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا
فقال لي النظم الله فزنا وفاض شيتنا ورب القام. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا فيما في المواقف الأرض ما في من شيتنا مهمين في مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكاشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقاز الله حاجته. فقال لي النظم الله فصدنا وكذلك شيتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب القابة. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام. اللهم اكتبنا من زوار الحسين عليه السلام اللهم اجعلنا من الباقين في عزاء الحسين عليه السلام اللهم اشرنا تحت لواء الحسين عليه السلام اللهم اشرنا في زمرة الحسين عليه السلام اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين عليه السلام. دعاء کریم اللہ دی بارگاہ چ یہ فرش عزا بچھایا کریم اللہ اپنی بارگاہ مستجاب فرمائے. یہ حدیث سے قصہ عدد ثواب یہ مجلس عزاد ثواب پیر سید نظیر شاہ صاحب دے نامہ عمال درج فرمائے. میرے مالک سید نظیر شاہ صاحب دے درجات بلند فرما وہ دی قبر تے اپنی رحمت دا نزول عطا فرما. جملہ مومنین مومنات سب دے درجات بلند فرما. میرے مالک اس فرش عزا بچھائے دے صدقے جتنے مومن بے اولاد انہاں اولاد سہل عطا فرما. جتنے مریض انہاں شفا یابی عطا فرما. میرے مالک فرش عزا بچھائے دے صدقے ہر امیر غریب نو مظلوم کربلا دے روز دی زیارت نصیب عطا فرما. میرے مالک خالق جتنے مومنین مومنات پریشان سب دی پریشانی مصیبتاں دکھ درد غم دور فرما. میرے مالک خالق بالخصوص بانی مجلس دے گھر چ اپنی رحمت دا نزول عطا فرما. میرے مالک خالق اپنی ذات پاک دا واسطے حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام دا جل ظہور فرما. بس عبادت دی خاطر ہکو میں صاحب دا جملہ پڑھنا ہے. کوئی زیادہ وقت نہیں. حسین دی ماں دی مجلس سے جدوں لوکاں مدینے تے بدماش کٹھے ہو کے زہرا دا دروازہ جلایا ہے ایک پاسو جلد ہوئے دروازہ دوئے پاسو پتھرن دی دماغ درمیان چ حسین دی ماں گزر گئے. مسلمان اندر علی نو گرفتار کر کے گل چ رسی پا کے دربار لے گئے. محمد دی فرمایا زہرا جدو فرمایا نا فضات میرا علی سردار کن گیا ہے آواز آئیے تیرے سردار نو لوگ قیدی بنا کے دربار لے گئے. فرمایا جلدی کہے میں باب محمد علی ابا چاہ دے ازاداروں باب محمد علی ابا سر تے رکھ کے لوگان دین فاطمہ نا پیم دی محمد پیم دا آکے باب مولا علی دی عباد دامنت چھت پایا ایک ظالم تزیانہ مارے آئے ازاداروں اے ظالم تزیانہ مرے اندر آئے زہرا کدھی کھبے نل پکڑیں دیا کبھی سجی حد نل پکڑیں دیا ایک لمحے قد علا بے غیرت اگے آیا ہے اس زہرا دے چہرے تے تماچا مارے آئے زخمی چہرہ باب محمد قبر تے بے کے ہکا گل کی دیسو فرمایا سو اللہم عجل وفاتی میرے اللہ میری جلدی موت بھیج میں زندگی توں تھک پیاں
ਬਈ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੁੜ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਉੱਠ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆਂ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਮਤ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਵੈਰਾਨ, ਰੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਗ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ੈਨਬ ਡਰ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਖੜੀ ਉਮੈ ਕਲਸੂਮ ਹੈਰਾਨ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਮਤ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰਵਾਇਆ ਏ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਇਹੋ ਅਰਮਾਨ ਅੱਲਾ ਲਾਨਾ।